في اخر وثبه بنده عليه بقول له وثبه يا عمرو، لقيته ما بيردش عليا، ولقيت خده لامس الارض فاتخضيت وقلت له يا عمرو. فرد عليا البطل قال لي اوامر يا فندم. قلت له ما تردش عليا ليه؟ قال لي يا فندم معلش في طلقه خبطت في الخوذه. قلت له طب خلي بالك يا بطل. قال لي يا فندم هو احنا جايين هنا ليه؟ احنا جايين عشان نستشهد. الله اكبر. وخد البطل الوثبه واحنا كلنا وراه. وبمجرد يا فندم ما وصلت لمنطقه جثمان الشهيد سالت الضابط الجرحي فين جثمان الشهيد وفين العناصر التكفيريه؟ فشاور لي يا فندم على مكان كان بيننا وبين العناصر التكفيريه. فديت اوامر يا فندم للملازم اول عمرو عابد والملازم اول الجرحي، قلت لهم غطوني بالنيران لغايه مزحف واشد جثمان الشهيد معانا هنا في المتامن. وبالفعل يا فندم بدا الابطال في تغطيتي في النيران وبدات في سحب الجثمان، واثناء ذلك اصبت بطلقه اخترقت ايدي. رغم كده يا فندم وبفضل الله ما تركتش الجثمان، وبمساعده الضابط عمرو شدينا الجثمان للمتامن. واستمر يا فندم الاشتباك بيننا وبين العناصر التكفيريه، وكانت كل طلقه بتطلع من ابطالنا بتصيب واحد منهم. واثناء ذلك اقتربت مجموعه من العناصر التكفيريه من الجندي المقاتل البطل طه وجيه احمد، وهو رجل صلب من صعيد مصر. قالوا له استسلم يا مرتد واما هتموت كافر. رد البطل عليهم بمنتهى الثبات والقوه وقال لهم جيش مصر ما يستسلمش، واستمر في القتال معاهم واحدث فيهم خسائر كبيره. وفي الوقت ده فندم كان بدا النزيف يشتد عليا. كان واقف جنبي الرقيب البطل مصطفى السعيد محمد. البطل ده فندم لقيته بيقلع السترة الواقية بتاعته وسترة الأفرول وبيقطعها عشان يربط دراعي من هنا عشان يقلل معدل النزيف. البطل ده فندم فضل إنه يستكمل المعركة بصدره عاري ولا إنه يسيب القائد بتاعه دمه يتصفى لغاية ما يموت. وأثناء الاشتباك فندم أصيب الملازم أول الجرحي بطلق ناري نافذ في الصدر، وكنت كل شوية بطمن عليه وبنده عليه، فكان بس بيرفع ايده علامة على انه لسه حي لانه ما كانش قادر يرد عليا. البطل ده يا فندم بعد ما انتهى الاشتباك واحنا بنخليه وبنركبه الاسعاف قعد يهتف باعلى صوت عنده ويقول والله العظيم لا ارجع تاني يا سيادة الرائد شريف واجيب حقك، والله العظيم لا ارجع تاني يا سيادة الرائد شريف واجيب حقك. استمر الاشتباك بيننا وبين العناصر التكفيريه يا فندم. وفي الوقت ده بدات احرك الاحتياط القريب بقياده الملازم اول البطل ايمن خير محمد توفيق، وانا بشجع ايمن يا فندم وهو جاي لنا في الطريق وبقول له شد حيلك يا ايمن يا بطل زمايلك منتظرينك. رد عليا يا فندم بكلمه عمري ما هنساها وقال لي والله العظيم يا سياده المقدم محمود لو في النار لا ادخلك. وبمجرد وصول البطل يا فندم بصيت على الدبابه الام 60 اللي كانت معاه، لقيت برج الدبابه غرقان بالدم، فايقنت ان في حد استشهد معاه. قلت له مين استشهد معاك يا ايمن؟ قال لي لا يا فندم ما تقلقش ده الجند احمد بس اصيب بطلقه في رجله. ابص يا فندم على الجند البطل المقاتل احمد محمد عبد الرحمن الاقيه بياخد وثبات وبيشتبك مع العناصر التكفيريه وبيحدث فيهم خسائر ولا كانه نقطه دم واحده بس نزلت منه. وهنا يا فندم في توضيح واجب، الجندي بدل دمه نزل على برج الدبابة يبقى ما كانش محتمي بدرعها جوه، كان راكب فوقيها. لذلك يا فندم لما أيمن جه يزورني بعد ما خرجت من المستشفى بلومه بقول له يا أيمن أقول لك تعالى دعمنا في الاشتباك تركب أبطالنا فوق الدبابة؟ قال لي والله العظيم يا فندم أنا ما ركبت حد فوق الدبابة، أنا وأنا متحرك وطالع من منطقة التمركز بعض الأبطال اللي كانوا في راحة بيقولوا لي رايح فين يا فندم؟ قلت لهم رايح أدعم دوريتنا في اشتباك معاها، لقيتهم بينطوا فوق الدبابة. قلت لهم انزلوا من فوق الدبابه مفيش مكان ليكم، قالوا له معاك يا فندم هتموتوا ابطال، قالوا له معاك يا فندم احنا مش احسن من اللي راحوا. بدا ايمن يا فندم يوجه نيران شديده الانفجار على اماكن التكفيريين، وبدات اشلاء التكفيريين تتطاير في كل مكان. وده يا فندم الوقت اللي ربنا شفى فيه صدورنا، لأننا خدنا بطار شريف قبل حتى ما جثمانه يدخل تربته. أنا يا فندم عقب إصابتي تلقيت اتصالات كتير
من قادتي ومن زملائي ومن مرؤوسيني، ولم يكن أبدا عندي اتصال مقدر زي الاتصال اللي تلقيته من أم الشهيد، أمي السيدة إيمان الغريب اللي موجودة بينا النهاردة. واللي شكرتني أنا واللي شكرتني فيه وقالت لي أنا بشكرك أنت وزملائك على اللي عملته عشان خاطر شريف. وأنا النهاردة يا فندم بكرر نفس الكلام اللي أنا قلته لك يا أمي قبل كده، وبقول لك يا أمي الشهيد هو صاحب الفضل عليا وعلى كل إنسان بتآمن في هذا الوطن. الشهيد اكتشف مخزن كبير للعبوات الناسفة، العبوات دي يا أمي كانت هتستهدف قواتنا وكان هيروح بسببها أرواح كتير. الشهيد يا أمي أحبط عمل كبير كانت العناصر التكفيرية بتعد للقيام بيه. يا أمي لو ما كناش عملنا كده ما كناش نبقى جيش مصر، ولا كنا نستاهل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم فينا إن إحنا خير أجناد الأرض. يا أمي الشهيد هو صاحب الفضل والمنة، إحنا عملنا كده لأن إحنا اتعلمنا في القوات المسلحة ألا نترك خلفنا أبداً شهيد أو مصاب. القوات المسلحة اللي علمتنا عند التكليف بأحد المهام قدامنا خيارين اتنين بس ما لهمش تالت، إما النصر بشرف أو الاستشهاد ببطولة. وأي أوامر فن فكرك يا صاحبي ولسه روحك عايشة فيا، لا قبلت ولا هقبل في دمك عمري دي. صنت الأمانة شهيد لوطنك ولبلادك، أديت رسالتك كنت قد المسؤولية، كتبت اسمك حي في الجنة وشهيد مليون تحية. يلا وفراحة وسلام يوم الشهادة في السماء وفي الأرض عيد. ايه أحلى من حسن اللقا ومسك الختام، دمك ده مسك يا صاحبي مبروك عالشهادة، كفنك بأكاب والأبرول والبيادة، وعلم بلادك اللي يا محامي التراب ربك كتب لك تبقى من أمر السعادة. الأم المثالية لأمهات الشهداء.